اللي انت بتسمعه ده يا ماما ما تخلي واحد يفك عن نفسه شويه. يفك عن ايه يا ها؟ ايه هو اللي يفك عنه؟ قول لي. ما هي افلام السبكي دي هي اللي بوظتكم. فين نبيله؟ نبيله ولا ما جاتش عليا دي جت. بطل اللي انت بتسمعه ده، العيال بتقلدك يا بلبلة. هو في احلى من الشعبي؟ انت قدوة بتاع النجفة. كل عايز كل فليكس. كل تاكي عايز كل فليكس. ملك اوعي تعملي كده. ازيك انت؟ انت مش الرهيب اللي عندكم دي؟ عاملين حفله ولا ايه؟ لا يا سيدي، فرع عندنا انا واهلي. فرع. هاي يا مدام ناني. هاي يا مدام اكرم. خلود ايه ده؟ انت الفار لعب في عبك ولا ايه؟ اكرم الفار هزاني وبهدلني قدام العيال. شوف لك حل. تقلقش تقلقش. هو ايه معقوله كده؟ من غير القط تلعب يا فار؟ طيب 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 خلاص. اديني يا ملوكه ادوات الصيد دي. معلش يا جماعه سوري، ما هي بتبقى كده يعني، الفار بيبقى في عبك ويقسم لغيرك. انا جيت اهو عشان استلم الوردين. كويس انك جيت احسن. ماما انا سايبها من الصبح تعبانه والله، حتى جبت الداده معانا عشان تشيل اسر. يلا باي. على فكره ابقى بص على عمر الكابتن من شويه، بستفه بستفه جامده جدا. قلت له لما مامته تيجي ابقى احكي لها، بس انا ما قلتلكيش حاجه احسن. الولد يقول لي يا فتان. يلا معاكوا ربنا. اتفضلوا، انتوا بتتمرنوا مع الكابتن طلحه الوحش. انا كنت باخد غطس من هنا اطلع في اولمبياد بكين. انتوا عارفين اللي هيلمس بعد 37 ثانيه هتبقى ليلته ايه؟ ثانيه. اتفضلوا اغرقوا اغرقوا. ميرسي يا فندم، ذوقك في الصابون الصيفي يجنن يا فندم. مستنيين السينيهات بتاعت الشتاء، يا ريت حضرتك تتمرني معانا. الكابتن جمعه الوحش برايفت ترينر يا فندم، لو حضرتك اتمرنتي الواد هياخد دهب. يا نهار اسود، العيال غرقوا ولا ايه؟ يا واقعه زودة يا ولد. انت كده هتبوظ، بقالك ساعتين في الميه. للدرجه دي بتحب الميه؟ لو ما طلعتش هفتح الباب. افتحي، انا اصلا لابس المايو. انت مش قلت لابس المايو؟ بس انا شفت كل حاجه. بصي بقى، انا متضايقه وفاهم كفيني مش عارف اي حاجه. ولا ولا ملبوس. نام يا حبيبي، نام نام نام، وانا بكره هجيب لك كل اللي انت عايزه، بزازات وكل حاجه، عشان خاطري ابوس ايدك. ابوس ايدك، اصل امك عندها 3 دقايق وبعد كده بتنام على طول. انا هنام فوق. لا انا اللي هنام فوق. في حد يضرب اخته؟ تعالي. انا شخصيا طول عمري كنت بنام تحت. وكان عندك اخت بتعمل بيبي عليك من فوق؟ لا يبقى خلاص، انا هنام فوق، ده انا اتعرض بيبي. طب ايه رايكم كلنا ننام مع بعض؟ جيت هتنام معانا؟ يلا قولي بقى. أي مالك؟ ماليش. كابتن جمعة قال له هيخرجوا من بطولة السباحة. هيخرجوا؟ هيخرجك ليه؟ مش عارفة ليه؟ عشان محدش بيديلك ضرب. جده هنا مسؤولين بعد التدريب، عشان جده بيسوق زي السلحفة، وهنا أنا بتاكين قبل التدريب، بقيت مش بعرف آخد نفسي، وكل أصحابي عندهم مايوهات ونضارات ماركات، وأنا اللي بتدرب المايو بتاع البحر. لوزر لوزر لوزر. أنا مش لوزر يا مرك، أنت اللوزر، وكل المدرسة بتاعتك بتتريق عليك من الثانية بتاعتك دي، ومحدش أصلا محبك. أنت لخوف.
بس ما تتخانقوش وانا هوديك التدريب، وكابتن جمعه ده بقى سيبهولي انا. وانت يا كلب هجوعك قبل التمرين لحد ما تقول حقي برقبتي. يا ابني ولا لا، ده انت ما تعرفنيش. لا لا انا بقى لي ساعتين بنايم فيك وتيجي تصحى دلوقتي؟ عيب. لا 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 لا، وكمان تلفزيون ما ينفعش خالص يا حبيب قلبي، ده انت شكلك مفوق. تغلط فيا، تغلط فيا ياسر، تغلط في باباك حبيبك اللي رباك وكبرك وخلاك راجل مال هدومك. ماشي يا ياسر. انتوا عارفين بتفكروني بنفسي وانا صغيره، ما كنتش بعمل كده خالص. يلا صباح الخير. مامي 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 مامي. إيه؟ مامي بكره اجازه، مش عايزين ننام دلوقتي. انا مش عايزه تنام يا ولاد، اصل ابوكوا عايز. عايز ايه؟ صحيح عايز ايه؟ يلا ملوش نصيب. احسن اصله فقري. يلا تعالوا. عايزين نتفرجوا على فيلم. فيلم؟ لا فيلم ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ وبعدين الولاد لازم يناموا بدري عشان بكره ما عندهمش حاجه. لا عايزين نتفرج على فيلم. حبايب بابي. يا سليمه بس لوحدها فاهمه انت يعني ايه يا ولد؟ كل شيء مستقل بذاته. الفاضل في ناحيه والعجل في ناحيه، ممكن يجيب الكلام بكام بتاع الطلبه عشان يحطوا شاير. دي أول صورة للبيبي بتاعي. يا بلبلة كأنك يعني أول مرة تخلفي. فعلا أنا أول مرة أحس الإحساس ده. مبروك يا بلبلة، ألف ألف مبروك. بقول لك إيه، الواد ده لسه ما استواش، نلحق بقى العيال اللي استوى دول. أنا هروح الشغل. ترجع على البيت؟ لا، عندي مشوار صغير. على فين؟ سوء تفاهم كده مع كابتن جمعة، هخلصه وأرجع. مرة مصاص الدماء صحي من النوم وأنيابة عاملة كده، وقام اول ما بص لقى في وشه الراجل الوحش ابو عين حمراء واحده كده. قال له ده عينك حمراء كده ليه؟ قام قال له اصل ما نمتش كويس امبارح. احنا دلوقتي هنجهز الخطه اللي هنقضي بيها على الكابتن جمعه. جاهزين؟ جاهزين. ربنا يوفقكم. ايه؟ جاهزين. انا ممكن اهتم بيك انت كمان كده. العدد كامل، ولعوا في البسين بسرعه. خونة يا خونة. لا 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 لا. ايه البوليس كبس؟ لا انت ليه ما قلتيش كده؟ ليه ما قلتيش ان الكابتن قال عامل كده؟ مش هنزل المايه ناني جسمي كله اتشال. اوكي اجمد وخليك راجل، اذا كان العيال هينزلوا المايه. اي هاف ان ارفت شوك، اي هاف ان ارفت شوك. خد دي حطها تحت لسانك، روح اعملي له شاي سخن. لا انا عايزه نسكويك. يا بنت فصلتيني فصلتيني. الخطه اللي فاتت دي مش هتنفع، احنا خطه بي. بي ايه دي كمان؟ بيك انت برضه؟ لا باي حد تاني، باي حد تاني. عشان لازم نكون مع بعض
ونتحمل غباوة بعض عشان بكرة اللي مش فاهمه ومش عايزين يقبضوا حد. حضرتك مامة عمر مش كده يا فندم؟ كده. اهلا وسهلا بيك يا فندم، نورت النادي. عايزاك كلمة على انفراد. بس بسرعة يا فندم عشان التايمينج. اوكي يبدأي. ها لا خدتي وقتك. ايه يا فندم اللي بتعمليه ده؟ لا ما بسبحش بالفلوس والحاجات دي في النادي. اي ام برايفت ترينر يا فندم. برايفت؟ ياس، يعني هدايا، كوتشيهات، برفانات، تيشيرتات، سينيهات. قولي بقى. ايوه فندم. عمر مش هيدخل بطولة الجمهورية ليه؟ هيدخل يا فندم البطولة بس على حسب الهدايا السينيهات اللي هيجيبها. سينيهات؟ ايوه فندم سينيهات. اه اوبا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه الوحش ده؟ اهلا وسهلا يا حبيبي، ازيك؟ اهلا. لا كابتن، حضرتك وحش النادي، انا بتكلم على وحش الفضاء الجامد ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي معاكسه. هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ اموت انا واعيد السنه.